شكل هو يتعلق بالتقليقة. إحنا كمدربين، إحنا مربيين قبل كل شيء. المدرب ديال الفريق الخاص ما عندوش الحق يتوجه للاعب ديالي ويسبو. يعني أولا ما عندوش كاع يهضر معاه. ما غير فوق هذاك الموجود، ما عندوش جهد ما عندوش كاع. أكثر من هذا الشيء إحنا مربيين. ما كنعرفوش شنو كنخرجوا فينا واخا كنهضروا بلغة أخرى. كنعرفوا شنو كنخرجوا فينا. يعني هذا هو علاش وقع داك هذا، فاش شفت انا شنو وقع وسمعت شنو وقع، يعني اقل ما يمكن لي ندير هو انني هذا دفاعا على كرة القدم الوطنية، لأن حنا قبل كل شيء بغض النظر على المدرب وهذا، ولكن حنا مربيين، الوليدات راه وليداتنا، لا الوليدات ديال مصر ولا الوليدات ديال الرجاء، راه كاين بزاف اللاعبين دازوا عندي من الزنيتي للمكعازي للمقدم للكثار، راه حنا كنربيوهم، عاد كندوزو للكوتي الفوتبوليستي. هذا من ناحية ديال الشق الأول، ثم كتعرفوا عليه من أول مرة من 2013 أول مرة كتوقع، لأن كان بالنسبة لي أنا كإطار وطني عليا أنني نتدخل في هذاك هذا اللي ما فيه مصلحة بزاف ديال الأمور، هذه من ناحية. الشق الثاني